بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 16. صلاتنا وصيامنا وجميع أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتقصيرنا وما أسأنا، فإننا ظالمون، نستغفر الله ونتوب إليه، مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يغفر زلتنا ويكفر خطايانا بمنه وفضله وإحسانه، فإنه كريم جواد، وأن يجعل لنا من هذا الشهر أوفر نصيب من الخير والقبول، وأن يجعل هذا الشهر منطلقا لنا إلى الخير في بقية أعمارنا. يكون حديثنا في هذه الجلسة إن شاء الله عن فضائل الصيام، بعد أن تكلمنا في الجلسات السابقة على شيء من أحكام الصيام، فإننا في هذه الجلسة نبين فضائل الصيام. الصيام عبادة عظيمة، ولذلك جعله الله ركنا من أركان الإسلام، وأوجبه في الكفارات، وشرعه في غير ذلك من التطوعات. الصيام عبادة عظيمة يتميز على سائر العبادات بمميزات عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، فقال سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فهذا الحديث العظيم بين فيه صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله قال: الصوم لي، بمعنى أن الإخلاص في الصوم أكثر من غيره، وإلا فكل الأعمال الصالحة كلها لله سبحانه وتعالى، ولكن الصيام من بين سائر الأعمال له خاصية في أنه سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الأعمال الأخرى ترى، يراها الناس، فالذي يصلي الناس يرون صلاته، والذي يتصدق الناس يرون صدقته، والذي يدعو الناس يسمعون دعاءه، الذي يحج ويعتمر الناس يدرون عن حجه وعمرته، لكن الصائم لا أحد يدري عنه، تجد الصائم والمفطر على حد سواء،
ما يتميز هذا عن هذا. الصيام سر، سر في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: ترك شهوته وطعامه من أجلي. فالصائم يترك محبوباته ومستلذاته التي قد يكون في أشد الحاجة إليها، قد يكون عطشان شديد العطش وعنده الماء البارد ولا يراه أحد فلا تمتد يده إلى الشراب والناس ما يرونه، لو شرب الناس ما يدرون عنه، ولكنه يترك ذلك لله عز وجل. قد يكون جائعا شديد الجوع وعنده الطعام الشهي، ولكنه وقد يكون خاليا عن الناس وعنده الطعام وهو جائع ولا تمتد يده إلى الطعام، يتركه لله عز وجل. بل إنه لو ضرب وألزم بالأكل والشرب فإنه لا يقبل ويصبر على الضرب، يصبر على الضرب ولا يفطر، ولا يفطر. هذا سر الصيام، أنه سر بين العبد وبين ربه عز وجل، لأنه مكون من نية باطنة لا يعلمها إلا الله، وهو ترك للشهوات. والترك أيضا خفي، الترك خفي ما يراه الناس، خلاف الفعل فإن الناس يرونه. ما الذي يدري الناس أنك تركت الشراب لله عز وجل وأنك تركت الطعام لله عز وجل وأنك تركت زوجتك لله عز وجل؟ من الذي يدري عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا والله أعلم معنى قوله تعالى: الصوم لي. وقيل معناه أن الصيام لا يصام إلا لله في جميع الخلق، حتى المشركون والكفار ما يصومون للأصنام، ما ذكر أنهم يصومون للأصنام ولا يصومون للقبور والأضرحة، ما ذكر هذا، بينما يذبحون للقبور والأضرحة والأصنام ويسجدون لها ويدعونها ويستغيثون بها. أما الصيام فلم يذكر في أول التاريخ ولا في حديثه أن أحدا يصوم لغير الله عز وجل. فهذا معنى قوله تعالى: الصوم. قيل هذا معنى قوله تعالى: الصوم لي، في أنه لم يتقرب بالصوم لغير الله، في جميع الخلق ما يصومون لغير الله عز وجل. الصوم لي وأنا أجزي به. وقيل المعنى، قيل المعنى الصوم لي وأنا أجزي به، أن أعمال العبد يوم القيامة، انتبهوا لهذا، أن أعمال العبد الصالحة يوم القيامة قد تؤخذ للغرماء. يأتي الإنسان عنده أعمال صالحة ولكنه كان قد ظلم الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في دمائهم،
فيقتص لهم من أعماله يوم القيامة، وقد لا يبقى له حسنة واحدة يأخذها غرماؤه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني في يوم القيامة. إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه وطرح في النار. فالأعمال يأتي عليها القصاص للمظلومين يوم القيامة، يأخذون حقوقهم من أعمالك إلا الصيام. الصيام لا سبيل لأحد عليه، يحفظه الله للصائم ولا يأخذه المظلومون، فهذا معنى قوله: الصوم لي وأنا أجزي به، في أنه لا أحد يأخذ منه يوم القيامة، وإنما يوفره الله لصاحبه ويجازيه به ويدخله به الجنة. قد تذهب أعماله الأخرى للغرماء ويبقى الصوم له فيدخله الله به الجنة. فهذا ما والله أعلم معنى قوله: الصوم لي، يعني ليس للغرماء عليه سبيل ولا للمظلومين يوم القيامة عليه سبيل، بل إنه يدخره الله لصاحبه، ولو أخذت حسناته الأخرى فإن الله يدخر الصوم له فيدخله به الجنة. فهذا فيه فضل الصيام. أيضا من فضائل الصيام، أنه لا تحديد لمضاعفته. الأعمال تضاعف، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه عند الله، لأنه من الصبر، والصبر كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر. فالصيام لا يقدر أجره بأضعاف مثل غيره من الأعمال الأخرى، بل يوفي الله أجر الصائمين بغير حساب. فهذا من فضائل الصيام. ومن فضائل الصيام ما جاء في هذا الحديث أن الصائم له فرحتان، واحدة في الدنيا حينما يفطر، إذا كان جائعا وعطشان ومحتاجا إلى زوجته يفرح عند الإفطار أن الله أباح له هذه الأشياء، فنفسه لا شك، نفس البشرية تميل إلى ما يلائمها وإلى ما تشتهي، فيفرح الإنسان، يفرح عند فطره بما أباح الله له، بما أباح الله له من الرزق الذي كان ممنوعا منه في أثناء الصيام. طبيعة البشر أنه يفرح بذلك، هذا فرحه في الدنيا، وهذا شيء نجده في أنفسنا، نحن نفرح إذا جاء الإفطار، أليس كذلك؟
الصائم يفرح إذا جاء الإفطار، يفرح أنه يشرب ويأكل وينبسط، وهذا فرح محمود لأنه فرح بفضل الله. الله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وكذلك يفرح الصائم عند الفطر، يفرح بأنه صام هذا اليوم ويرجو ثوابه، يفرح لأنه أدى هذه العبادة وأكملها، فهو يرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. هذا فرحه في الدنيا. أما فرحه في الآخرة فحينما يلقى جزاء صيامه الذي ليس له حد عند الله سبحانه وتعالى، يفرح بذلك يوم القيامة إذا وجد الثواب والأجر الذي ليس له حد على صيامه الذي صامه في الدنيا. حينما يقال له، حينما يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني في الدنيا، تركتم شهواتكم في الدنيا طاعة لله عز وجل، الآن يعطيكم الله من النعم ومن ما تشتهون، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ما قدمتم في الأيام الخالية أي الماضية أيام الدنيا. فيفرح الصائم عند ذلك، عند لقاء ربه عز وجل. ومن فضائل الصيام كما في هذا الحديث أن خلوف فم الصائم، والخلوف هو النفس، نفس الصائم، نفس الصائم، لا شك أنه إذا خلت المعدة من الطعام والشراب يتصاعد منها أبخرة رائحتها كريهة عند الناس، رائحتها كريهة عند الناس، ولكنها لما كانت هذه الرائحة من أثر الطاعة وأثر العبادة صارت عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. أفخر الأطياب في الدنيا هو المسك، ريح نفس الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ وإن كنا نكرهها نحن لأنها ناشئة عن طاعة الله عز وجل، والآثار التي تنشأ عن طاعة الله تكون محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت مكروهة عند الناس في الدنيا. مثلا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله يأتي يوم القيامة يثعب دما، جراحه التي جرحت في الدنيا يأتي يوم القيامة على صورته يوم يستشهد، يوم يجرح تثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، الريح ريح المسك. لماذا كان هذا الدم؟ الدم نحن نكرهه في الدنيا، لكن لما كان هذا الدم من أثر الشهادة في سبيل الله صار محبوبا عند الله، وصار له مظهر في الآخرة يتميز به الشهيد، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. ولهذا لا يغسل
الشهيد، الشهيد لا يغسل لتبقى عليه آثار الشهادة وتبقى عليه دماؤه التي نزفت في طاعة الله سبحانه وتعالى، تبقى عليه دماؤه ويدفن بها حتى يأتي بها يوم القيامة، حتى يأتي بها يوم القيامة ويفرح بها ويمتاز بها عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك غبار الجهاد في سبيل الله، غبار المعركة في سبيل الله، ورد أنه يكون ذريرة أهل الجنة، يعني طيب أهل الجنة. الغبار نحن نكره الغبار، لكن إذا كان الغبار هذا ناشئا عن الجهاد في سبيل الله فإنه يكون طيبا لأهل الجنة يوم القيامة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ولا خلوف أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أدل على فضل الصيام الذي هذه آثاره، أثره أطيب عند الله من ريح المسك. إذن هو كيف يكون؟ هو عمل جليل، هذا فيه فضل الصيام. ومن فضائل الصيام أن الله خصص للصائمين بابا من أبواب الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. باب الريان من أبواب الجنة هذا مخصص للصائمين يدخلون منه. فهذه بعض فضائل الصيام ما حضرنا منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على طاعته، على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل أحرم من ميقات اليمن، فلما وصل إلى جدة وقع في محظورات الإحرام من لبس المخيط وغير ذلك، فما حكم ذلك؟ إن كان متعمدا لبس المخيط ومحظورات الإحرام يكون عليه فدية، يكون عليه فدية عن كل محظور ارتكبه. إن كان لبس الثياب أو تطيب أو قص من أظفاره أو شعره يكون عليه فدية، كل واحد، كل نوع من هذه الأنواع له فدية مخير فيها، بين ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا كل مسكين، أو صيام 3 أيام. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فعليه أنه يتجنب محظورات الإحرام، وإذا ذكر أو علم تجنب محظورات الإحرام التي وقعت منه، ويعفو الله عما حصل. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج ليتكلم في الهاتف مع أهله علما بأنه بحاجة ماسة إلى ذلك؟ لا مانع إذا كان بحاجة إلى أن يكلم أهله في أمر ضروري، فلا مانع أنه يخرج ويكلم ويرجع حين ما ينتهي، يرجع قدر الحاجة. نعم. هل يشرع للمعتكف إذا دعي إلى تناول السحور في بيت خارج المسجد أن يلبي الدعوة؟ لا يجوز له هذا، يأكل ويشرب في معتكفه
في المسجد ويحضر له الطعام في مكانه. نعم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، هل جزاكم الله عنا خيرا هذا الحديث للمأموم خلف الإمام أم المنفرد في صلاته؟ لكل مصلي، هذا لكل مصلي، للإمام والمأموم والمنفرد، ليس له من صلاته إلا ما حضر قلبه، ما عقل منها يعني ما حضر قلبه فيها وخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. قد يكتب له صلاة كاملة إذا حضر قلبه في كل صلاته، وقد يكتب له نصف صلاة، ربع صلاة، عشر صلاة، قد لا يكتب له شيء إذا انشغل في كل الصلاة، ألا يكتب له شيء. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. يقول السائل: بعض المامومين بعد رفع اليدين في الدعاء خلف الإمام يمسح يديه، هل في ذلك دليل؟ وردت أحاديث ضعيفة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لكنها ضعيفة، فبعض العلماء يقول يقوي بعضها بعضا فتدل على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وبعضهم يقول لا، ما يصلح الاحتجاج بها ما دامت ضعيفة، فالأمر واسع في هذا، من مسح وجهه لا ينكر عليه، ومن تركه ألا ينكر عليه، وإن كان عدم المسح أرجح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع أو من السنة رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة، هذا هو السنة وعمل المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة جاءت من بلدها تريد العمرة، فلما وصلت إلى الميقات نوت العمرة لها ولأخيها، فهل عمرتها صحيحة مع العلم أنها عمرة الإسلام؟ لا تكون العمرة إلا لها، ما لأخيها شيء، العمرة ما تكون إلا لواحد، فإذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام تكون لها وتكفي عن عمرة الإسلام. نعم. يقول السائل: هل يرث القاتل الخطأ؟ القاتل لا يرث إذا كان إذا حمل مسؤولية في الجناية، إذا حمل مسؤولية في الجناية فوجب عليه دية أو كفارة فإنه لا يرث. القتل المضمون بالدية أو المضمون بالكفارة فإنه لا يرث، في حديث ليس للقاتل شيء. أما إذا كان ماله تسبب في القتل 100%، ماله تسبب في القتل، فإنه يرث على الأصل، بناء على الأصل. نعم. يقول السائل: شخص فاتته التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، كيف يكمل الصلاة؟ نعم، يعتبر التكبيرة التي أدركها مع الإمام هي الأولى ويكمل مع الإمام، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات مثل المسبوق في صلاة الفريضة والنافلة، ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما فاته يقضيه بعد، أو يكمله، ما فاته يتمه بعد سلام الإمام. نعم. يقول السائل: الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة هل هو مشروع؟ لا، الاضطباع وقت الطواف الأول، الطواف الأول للعمرة أو للحج، هذا الاضطباع، أما بين الصفا والمروة هذا غير مشروع، وكذلك الطواف الإفاضة إذا كان عليه إحرامه غير مشروع، إنما هو الطواف الأول، أول ما يقدم للعمرة أو للحج، طواف القدوم للحج أو طواف العمرة، هذا هو الذي يشرع فيه الاضطباع، يبدأ من أول شوط وينتهي بآخر شوط. نعم.
لأن بعض الناس نشوفهم مطبعين دائما حتى في الصلاة، هذا غير مشروع. إنما الاطباع وقت الطواف الأول، طواف الأول من بدايته إلى نهايته، إذا انتهى آخر شوط يجعل الرداء على طبيعته على كتفيه، يستر ظهره وبطنه، لأن هذا أجمل له وأحسن له. نعم. رجل لاعب امرأته في نهار رمضان وهو محترز أن يقع في الجماع، فبينما هو كذلك أمنى، فما الحكم؟ هذا أخطأ في كونه لاعب زوجته وهو لا يملك شهوته، هذا حرام عليه. إنه ترك شهوته في الحديث الذي سمعتم، ترك شهوته، الشهوة هي الجماع، هذا لم يترك شهوته، فهذا يفسد صيامه، إذا أنزل فسد صيامه، وعليه قضاء هذا اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو جامع فيكون عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. يقول السائل: هل من تاب إلى الله عز وجل يقال فيه هذا تائب، هذا تائب مراوغة وغير صادق؟ لا يجوز لنا الكلام في الناس، الله يعلم النيات، إذا تاب وأظهر التوبة فإننا ندعو له بالقبول، أو شفنا أحد يصلي قلنا هذا ريء، لا يجوز هالكلام، هذا نكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن بإخواننا المسلمين. نعم. ولا نزكي أنفسنا، نشغل بالناس ونترك أنفسنا، إن كان عندك لوم أو فعليك بنفسك، وأما الناس دعهم لله عز وجل. نعم. يقول السائل: هناك سجاد أخذ من مكان الحجز في الحرم ثم رمي، فهل يحق لي أن أستعمله أو أتصرف فيه؟ لا، لا يحق لك أن تأخذه ولا أن تتصرف فيه، لأنه مال، مال الناس، لا يجوز لك أخذه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلت لزوجتي في ساعة غضب تحرمي علي، وذلك من باب التهديد، فما حكم ذلك؟ هذا يكون ظهار، إذا قال لزوجته أنت علي حرام، أو تحرمين علي، أو أنت كظهر أمي، هذا يكون ظهار، يكون عليه كفارة الظهار، لا يقرب زوجته ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ثم إذا كفر يعود إلى زوجته. نعم. يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة عن والدتي، وقد عملت عمرة عن نفسي وأنا معتكف، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ إذا عملت عمرة بطل اعتكافك، تبقى في معتكفك وتدعو لوالدتك، تدعو لها ويكفي هذا. نعم. يقول السائل: كيف الخروج من الصلاة النافلة عند الإقامة، هل يسلم أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة يقطعها، يقطع يخرج منها بدون سلام، السلام إنما يكون عند إكمال الصلاة، وهذا ما لم يكملها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا كمله، هذا لم يكملها يخرج منها بدون شيء. نعم. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية بغرض تهذيبها وترتيبها، علما بأن الوالدة تطلب مني ذلك، ماذا أفعل؟ شغلتمونا بهذه اللحية، كل درس فيه سؤال عن اللحية، يعني هي مشكلة عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللحية عضو من أعضائك، جمال لك، خلقه الله جمالا لك وزينة لك، وفارقة بينك وبين النساء، فلا تعبث بلحيتك ولا تقص منها ولا تحلقها ولا تنتف منها شيء. نعم. يقول السائل: هل من أصبح جنبا في رمضان عليه قضاء؟ من أصبح جنبا
وقد صام عند الفجر فصيامه صحيح، صيامه صحيح، ويغتسل من الجنابة ويصلي، صيامه صحيح، لأنه لا يشترط لعقد نية الصيام، لا يشترط لها الطهارة، يجوز للإنسان يصوم وهو على غير طهارة. نعم. يقول السائل: هل لبس الخاتم سنة؟ مباح، الملابس مباحة، الخاتم وغيره هذا من الأمور المباحة من الملابس واللباس. نعم. يقول السائل: هل دخول باب الريان للصائمين الفرض أم النافلة أو كلاهما؟ عام، الحديث عام للفرض والنافلة، ما قيد بالفرض. نعم. هل يجوز أن يأكل الشخص من الموائد التي توضع في الإفطار للصائمين في الحرم وعلما بأنه غير محتاج إلى ذلك؟ نعم، هذا طعام مبذول للصائمين، وحتى الغني فيه أجر إذا أفطر يكون فيه أجر لصاحب الطعام ولو كان المفطر غنيا، فهذا لا مانع، مباح للناس كلهم يأكلون منه، ما قال صاحبه لا يأكل منه إلا الفقراء. نعم. يقول السائل: جامعت زوجتي في أيام حيضها، فما الحكم والكفارة؟ عليك التوبة إلى الله، الله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فنهى عن جماع الحائض في فرجها حتى تطهر من الحيض وتتطهر من الحدث الأكبر، يعني تطهر ينقطع دمها وتتطهر من الحدث الأكبر بالاغتسال، فإذا حصل الاثنان انقطاع الحيض والاغتسال جاز لزوجها. وأما لو طهرت من الحيض ولم تغتسل لا تباح لزوجها. نعم. يقول السائل: لكن هذا الذي واطئ فيه وهي حائض عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه عصى الله، وعليه الكفارة بأن يتصدق بما يعادل نصف مثقال من الذهب أو مثقال، ما يعادل مثقالا من الذهب أو نصف مثقال. نعم. يقول السائل: هل إذا أذن الفجر وكان في يدي كوب ماء هل أكمل الشراب أم أتوقف؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الفجر فتوقف لا تشرب، إذا بدأ الأذان لا تشرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا بدأ المؤذن على الفجر إنك تتوقف عن الأكل. نعم. يقول السائل: اعتمرت والحمد لله، وعندما أردت أن أحلق رأسي وضعت معجون للحلق وهو فيه رائحة، فماذا علي؟ نعم. اعتمرت والحمد لله، وعندما أردت أن أحلق رأسي وضعت كريم معجون للحلق وهو فيه رائحة، فماذا علي؟ لا يضر، هذا ما هو بطيب، ما يعتبر للطيب، هذا الشامبو والمعجون والأشياء هذه ما تعد من الطيب. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن والصالح؟ نعم. ما الفرق بين المسلم والمؤمن والصالح؟ المسلم والمؤمن كلاهما سواء، لا يكون مسلما إلا من كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا من كان مسلما، لكن الإيمان أعلى من الإسلام، الدين على ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كل مرتبة أعلى من التي قبلها. لكن ما يصير مسلم الإسلام الصحيح حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما. نعم. يقول السائل: علي كفارتين حلف وعلى نعم. أمي كفارة. نعم. علي كفارتين حلف وعلى أمي كفارة، فهل لي أن أجمعها وأعطيها 10 مساكين؟ نعم، يجوز أن تعطي الكفارتين والثلاث والأربع والخمس لعشرة مساكين، لا مانع من ذلك. نعم.
يقول السائل: مرور النساء أمام المصلي في المسجد الحرام هل تبطل به صلاته؟ لا، المرور في المسجد الحرام ضرورة، والله جل وعلا لم يجعل علينا في الدين من حرج، فالمرور في المسجد الحرام مستثنى للضرورة. نعم. يقول: أتيت من اليمن وأنا أريد العمرة وأريد أن أجلس في جدة يومين، ومررت على ميقات اليمن ولم أحرم منه، لأني نويت أن أحرم من ميقات جدة بعد جلوسي فيها، فهل علي شيء؟ نعم، إذا كنت أحرمت من جدة وأنت جاي من اليمن بنية العمرة يكون عليك فدية، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فيكون عليك فدية تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: إذا تصدقت بمصحف هل يكتب لي صدقة جارية؟ هذا يعتبر وقف، إذا أوقفت المصحف أو الكتاب أو القلم أو أي شيء ينفع هذا يعتبر من الوقف الجاري والصدقة الجارية. نعم. رجل أراد أن يعدد الزواج ولكن أهله أنكروا عليه ذلك وحتى الزوجة، فهل يوالي لهم الاهتمام؟ يعمل ما يرى فيه المصلحة لنفسه، والله أباح التعدد إذا قدر على العدل في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، فإن له أن يعدد ولو ما رضي فلان أو فلان، لأن الله رضي هذا له، الله رضي هذا وشرعه، فلا أحد يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: اعتمرت بالبيت وفي الشوط الثالث انتقض وضوئي، ولكني أكملت الطواف وسعيت وقصرت ثم عدت العمرة من جديد، فما الحكم في ذلك؟ نعم، أحسنت، ما دمت أعدت العمرة من جديد هذا هو الواجب، لأن العمرة الأولى ما صحت، فما دمت أديتها من جديد طفت وانت طاهر وسعيت وقصرت حصل المقصود إن شاء الله. نعم. يقول السائل: رجل تبنى بيتا بقرض ربوي، فهل يجوز لآخر أن يشتري هذا البيت؟ هذا القرض الربوي حرام، القرض الربوي حرام، فإذا كان هذا البيت من مال حرام فهو حرام ولا يجوز لك أن تشتريه. نعم. يقول السائل: هل يجوز العمرة لوالدي وأنا في الحرم؟ يجوز الجواز أنك تطلع للحل وتحرم بالعمرة، ولكن الأفضل أنك ما تخرج وأنك تبقى في المسجد الحرام للصلاة فيه والاعتكاف والطواف وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، هذا أفضل من العمرة. نعم. يقول السائل: هل من صلى مع الإمام صلاة العشاء وصلى صلاة التراويح ولكنه لم يصلي صلاة التهجد في آخر الليل، فهل يحصل على الأجر الوارد في الحديث؟ نعم، يحصل على قدر ما صلى، لو صلى مع الإمام التراويح والتهجد يكون الأجر أكمل له، وإذا اقتصر على التهجد أو اقتصر على التراويح فله من الأجر بقدر ما عمل. نعم. يقول السائل: ما حكم الاقتراض وأخذ الهدية من تاجر ماله حلال ولكنه يتعامل بالرشوة في إخراج بضاعته من الجمارك؟ يجوز أننا نأكل من طعام الذي ماله مختلط من الحلال والحرام وأن نقبل منه الهدية، إلا الذي ماله كله حرام خالص هذا لا يجوز لنا نأكل منه ولا نقبل منه شيئا. نعم. يقول السائل: كيف يحقق الإنسان فضيلة أجر ليلة القدر؟ إذا وفقه الله لقيامها، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمعتكف التنقل داخل الحرم؟ نعم، يجوز للمعتكف يتنقل في داخل المسجد، لأن المسجد كله موضع واحد، يجوز أنك تتنقل فيه، إنما الممنوع الخروج من المسجد لغير ضرورة. نعم. يقول السائل: ما حكم من صام مع بلده التي تعتمد على الحساب الفلكي في رؤية هلال شهر رمضان؟ نعم، يصوم معهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فيصوم مع المسلمين ولا يخالف المسلمين في بلده. نعم. يقول السائل: هل يجوز تخصيص قيام ليلة 27 من رمضان؟ يجوز تخصيصها وتخصيص غيرها، لكن ما يحصل على الأجر الكامل، ما يحصل على الأجر الكامل، وقد لا تكون ليلة القدر هي ليلة 27، قد تكون غيرها من الليالي، فلا يضمن أنك صادفت ليلة القدر. إذا اقتصرت على ليلة واحدة لا يضمن أنك وافقت ليلة القدر، أما لو قمت ليالي رمضان كلها هذا مضمون أنك أدركت ليلة القدر. نعم. يقول السائل: هل الدعاء مشروع عند ختم القرآن، وهل يكون في الصلاة أم خارجها؟ مشروع في الصلاة وخارج الصلاة. في الصلاة هو عمل السلف، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه أدرك عليه الناس في زمانه، وأنه صلى خلف الإمام الذي يدعو للختم وأمن على دعائه، ذكر هذا عنه الإمام الموفق بن قدامة في المغني، فهو من عمل المسلمين. فالدعاء عند الختم مشروع في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. يقول والدعاء في الصلاة أقرب للإجابة، الدعاء في الصلاة أقرب إلى الإجابة. نعم. يقول السائل: هل طواف الوداع ركن من أركان العمرة ولا تتم بدونه؟ العمرة الصحيح أنها ليس لها وداع، الوداع للحج، طواف الوداع من واجبات الحج، أما العمرة فليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بطواف الوداع، وإنما أمر به الحجاج. نعم. يقول السائل: حينما يؤذن المؤذن للمغرب في رمضان، أفطر وأترك ترديد الأذان أم أردد الأذان ثم أفطر؟ ما يمنع هذا، أنك تأكل وتردد، تفطر وتردد مع المؤذن، تجمع بينهما. نعم. يقول السائل: أنا شخص عاص، وعندما أردت التوبة جئت بعمرة، ولكن الشيطان دائما وأنا في الصلاة يذكرني بأعمالي التي كنت أرتكبها، فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الوساوس لا تلتفت إليها، ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، تب إلى الله ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، وأنه يذكرك بكذا وبكذا. الله جل وعلا يغفر الذنوب، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تبت تاب الله عليك، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان. نعم. يقول السائل: هل يجوز على المعتكف إتباع جنازة؟ لا، المعتكف لا يخرج لعيادة المريض، ولا يخرج لتشييع الجنازة، لأن ما هو فيه وهو الاعتكاف أفضل من خروجه، ولأن خروجه يقطع عليه الاعتكاف. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب أثناء مناسك العمرة، خصوصا في حضرة الرجال الأجانب، أم لا؟ المحرمة لا تلبس النقاب، منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب، إن كانت محرمة فلا تلبس النقاب، وتغطي وجهها بغير النقاب، بالخمار أو بالثوب أو غير ذلك من الأغطية، وكذلك عند الرجال تغطي وجهها.
تغطي وجهها بالخمار أو بالثوب أو بأي شيء يستر وجهها عن الرجال في الطواف وفي غيره، إلا أنها إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب. نعم. يقول السائل: ما حكم ترديد قراءة القرآن خلف الإمام في صلاة القيام؟ لا يجوز هذا، لا يجوز ترديد القراءة خلف الإمام. الله أمرنا بالإنصات، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا أنصت لقراءة الإمام فكأنك قرأت، كأنك قرأت، تحصل على أجر التلاوة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.